ترمس لازم نعرفها. في ترمس بالميكروسكوبيك ليجن يعني بجروس انسبكشن. اول حاجه كلمه ماكيول، يعني ايه ماكيول؟ الماكيول دي فلات سيركمسكرايبد اريا اقل من 5 ملي في السايز بتاعها، يعني اقل من نص سنتي في الديامتر، ويز ديسكولوريشن، يعني بيبقى لون السكن ديسكولورد، ممكن يبقى مور بيجمنتد او ليس بيجمنتد، وبتبقى اقل من نص سنتي وفلات. الباتش نفس الماكيول ديسكولورد اريا، لكن السايز بتاعها اكتر من نص سنتي، اكتر من 5 سنتي وفلات برضه، ممكن تبقى less pigmented زي الفيتيلايجو، على حالات الفيتيلايجو هنا، أو ممكن تبقى pigmented. كلمة بابيول، بابيول زي دي، دي elevated بقى، دي elevated عن السيرفس مش فلات، وتبقى لإما الطب بتاعها لإما دوم shaped top أو فلات، لإما دوم shaped أو فلات top، والسايز بتاعها برضو اقل من نص سنتي، اقل من 5 ملي ان ديامتر. النوديول نفس البابيول بالظبط، لكن السايز اكبر، السايز اكبر من نص سنتي، اكبر من 5 ملي، والطب بتاعتها بتبقى دوم شيبت، دي النوديول. البليك نفس البابيول بالظبط، لكن السايز اكبر والسيرفس التوب بتاعها بيبقى فلات، دي اسمها بليك، اكتر من نص سنتي او اكتر من 5 ملي ان ديامتر وفلات توبت. بعد كده بلستر، بلستر دي بتجمع حاجتين. بلستر دي اي ترم، يعني اي حاجه فيها فلويد او سيروم، ده بتبقى بيسموها بلستر. في منها نوعين، في نوع اسمه فيزيكال، في نوع اسمه بولي. الفيزيكال برضو حسب السايز، لو اقل من نص سنتي بنسميها فيزيكال، دي فلويد فيلد ريزد اريا اللي هي ده، زي في حالات الهربس سيمبلكس، الهربس انفكشن. وفي بولي اللي هي السايز بتاعها اكتر من نص سنتي وتبقى فلويد فيلد ريزد اريا. بعد كده كلمة باستيول، باستيول زي البابيول بالظبط، لكن فيها باس، يبقى دي ديسكريت باس فيلد ريزد ليجن، اسمها باستيول. سكيل، سكيل بالعربي اللي هي القشرة دي، اللي هي دراي هورني بليت لايك اكسكريسنس، بتبقى قشرة نتيجة imperfect cornification. cornification يعني keratinization للسكين. في كلمة excoriation و lichenification. excoriation زي الصورة دي، ده traumatic lesion، بيبقى فيه breaking للإبيترمس، بيبقى فيه erosions كده، scratch like areas، deep scratch، بتعمل red linear mark، ودي دايما بتبقى من الاكستنسيف بروزنج اللي هو الهارش البريورايتس، البيشنت نفسه هو اللي بيبقى عاملها من الهارش. اللايكنيفيكيشن، كلمه لايكن، لايكنيفيكيشن ده بيبقى سكند ورف سكن، وفي بروميننت سكن ماركينج زي ده، وده من الريبيتد ترابنج اللي هو الهارش لمدة طويلة والفريكشن كتير قوي على مدار سنين يعمل اللايكنيفيكيشن ده. الميكروسكوبك ليجنز بقى، في ترمات بالميكروسكوب برضو لازم نعرفها. أول حاجة كلمة أكانسوزس، أكانسوزس معناها ديفيوز إبيدرمال هايبربلازيا. احنا عارفين الإبيدرمس بيبقى مكون، السكن بيبقى درمس، ابيدرمس ودرمس. الابيدرمس بيبقى عبارة عن سارسفات سكويموس ابيسيليا، بيبقى فيه بيزل كولومنر سيل لايرز، وبعد كده بيبقى فيه بريكل سيل لاير او بيسموها سباينوس سيل لاير، ده اللي بيبقى فيه كراتينوسايتس، بتبقى بوليهيدرال او دايموند ان شيب. وبعدين بعد كده فيه جرانولار سيل لاير، وبعدين بعد كده بيبقى فيه الكيراتين،
لاميليتد كيراتين. اما بيحصل فيه هايبربليزيا يعني انكريز في السيكنس بتاع الابيديرمس كله بنسميها اكنسوس. كلمه بابيلوماتوزس، بابيلوماتوزس يعني ايه؟ يعني الاقي فيه بابيلاري بروجكشنز من السكن. بابيلي بابيلار بروجكشن، بابيلاري يعني فينجر لايك بروسس طالعه من السكن. الاقي بقى الدرمال بابيلي دي حصل فيها فولدنج، الاقي فيه انلارجمنت في الدرمال بابيلي وفولدنج، دي بنسميها بابيلوماتوز. ودي بتبقى برضو نتيجة هايبربليزيا وانلارجمنت للدرمال بابيلي. الهايبركيراتوز، كلمة هايبركيراتوزس المفروض السين سكين بيبقى عليه فيو لايرز من لاميليتد كيراتين. اما يبدأ يحصل يعني المنظر ده شوفه في السيك سكين، بس السيك سكين اللي هو السول والفوت، السول بتاع الفوت والبالم بتاع الهاند، ده نلاقي فيه سيك لاير كده من الكيراتين. الكيراتين ده بيبقى فايبرز من الكيراتين المفروض ما فيهاش نيوكليار. لكن اما الاقيها نورمال بقيه السكين بتاع الجسم الاقي فيه المنظر ده انكريز في السيكنس بتاع الكيراتين بسميها هايبر كيراتوزس. فده هايبربليزيا في ستريتم كورنيوم، اللاير بتاعت الكيراتين دي بنسميها ستريتم كورنيوم. وده بيبقى فيه انكريز في كوانتيتي بتاعت الكيراتين. الباراكيراتوزس بقى المفروض نورمالي في الماتوريشن بتاع السكن المفروض ان الكيراتين لاير دي الاول بيبقى فيها نيوكلياي، وبعد كده كل ما طلعنا فوق النيوكلياي دي تبقى تختفي. انما في الباراكيراتوزس الاقي النيوكلياي ستيل موجوده على السيرفس، كمان واصله للسيرفس، دي بيسموها باراكيراتوز. يبقى دي ريتينشن اوف ذا نيوكلياي ان ذا ستريتم كورنيوم. كلمه سبونجوزس يعني ايه؟ سبونجوزس، سبونجوزس دي عباره عن إديمة في البريكل سيليه، يعني الاقي فيه انترسيلر في سبيس كده بين البريكل سيليه اللي هو البوليهيدرال سيلز اللي فيه ستريتم سبينوزس، والاقي كليرنج يعني الاقي فيه كلير كان في إديمة لكن واضح الانترسيلر بريدجز بين الخلايا وبين بعضها. دايما البريكل سيلير دي بتتميز بالانترسيلر بريدجز، دي في ادهيجن بانترسيلر بريدجز بين كل خليه والتانية، لكنها سيبريتد بكلير سبيسز من إديمة فلويد، دي بيسموها سبونجيوز. اكانسولايسيس ده لوس اوف انترسيلر ادهيجن، لا ده بقى كل الانترسيلر ادهيجن بقى فيه لوس لدرجه ان انا الاقي فيه كليفج اريا، الاقي سبيسز وايد كده وكانها كليفد، كان في كليفج، كان الابيديرمس اتفلق نصين. ديسكيراتوزس، كلمه ديسكيراتوزس المفروض ان البريكل سيل لاير دي كل ما بنعلى لفوق بيحصل لها بيبقى لوس، يعني ما بقاش فيه انتراسيلولار كيراتين، لوس اوف كيراتينايزيشن. اما الاقي بقى بعض الخلايا تبقى لونها احمر كده في وسط بقيه الخلايا الزرقاء، دي جرانولار سيل لاير. الاقي خلايا في البريكل سيل لاير لونها مور ديب بينك ان كلر، والنيوكليوس بتاعتها ابنورمال لارج وهايبر كروماتيك نيوكليوس، دي بنسميها ديسكيراتوز. دي abnormal keratinization occur prematurely، and المفروض ال keratinization بيبقى فوق في keratin cell layer، لكن الاقي في intracellular keratinization في breakout cell layer. وده بيبقى groups من cells تحت ال stratum granulosa اللي هو granular cell layer اللي هي دي في ال breakout cell layer. والdiskeratosis دي pre-malignant. لينتيجينوس، كلمة لينتيجينوس دي المفروض ان الميلانوسايتس بتبقى موجودة بين البيزل سيل لاير انديفيدوالي مش في جروبس. الاقي ميلانوسايتس دي خلايا اللي بتصنع الميلانين بيجمنت،
بتبقى لها clear vacuolated cytoplasm. شايفين الحتت الأريز اللي عاملة clearing أو vacuoles من cytoplasm دي، دي الميلانوسايتس. مش لازم ألاقي فيها ميلانين بيجمنت، يعني ممكن ألاقي ميلانوسايتس من غير ميلانين بيجمنت. نورمالي بتبقى individually arranged، يعني كل خلية لوحدها. أما تبقى فيه linear proliferation أو grouping من الميلانوسايتس في البيزل سيل لير، بين البيزل سيل لير دي بسميها lentiginous أو lentigo. دي ممكن تبقى reactive وممكن تبقى neoplastic، بتبقى من pre-cancerous بتاعة الميلانوم. أول حاجة نتكلم عليها بقى الأكيوت inflammatory dermatosis. أول ديزيز هو الأرتكاريا. طبعاً كلنا عارفين الأرتكاريا. الأرتكاريا دي localized mast cell degranulation، بتطلع بسبب الهستامين اللي بيطلع من mast cell. دي type 1 hypersensitivity reaction غالباً لأنجن. اللي بيجيله أرتكاريا دي بتبقى حساسية من حاجة، يعني أغلب الحاجات زي البولنز اللي هو حبوب اللقاح، certain foods، drugs، venom، زي حتى ما بيتقرص من النحلة من بي فينوم. الانتجين ده بيمسك في الانتبودي اللي هو دايما بيبقى اميونوجلوبين اي فوق المسلز، فيعمل دي جرانيوليشن مسلز تطلع الهستامين. لأما في بعض الحاجات بتعمل دايركت افكشن للمسل على طول من غير اميونوجلوبين زي الاوبييتس وصام انتبوديز. اللي بيحصل بقى ان الهستامين ده اللي لما بيطلع بيعمل زي ما احنا قلنا ان هو فازودايليتور في الانفلاميشن، بيعمل ديرمال مايكرو فاسكولار هايبر برميابيليتي فازودايليتيشن، ويعمل هايبر برميابيليتي، يعمل تطلع الانترستيشيال اوكسيديت، يعمل اريسيماتوس ريسيما واديما وبريوريتيك بريكس اللي بنسميها ويلز، وبتستمر لفيو اورز. اللي هو المنظر ده ريد ريسيماتوس، يعني ريد و اليفيتد على السيرفيس و بريوريتيك. الهيستولوجي الابيدرمس بيبقى نورمال لوكينج سكين، لكن بيبقى فيه مايلد سوبرفيشال بري حوالين البلاد فيزلز الموجوده في الدرمس. ألاقي مونونيوكلر سيلز، لينفوسايتس وبلازما سيلز، ومعايا إزينوفيلز. وألاقي فيه أبر ديرمال إديمة، ألاقي فيه هنا التشو كأنه سيباريتت من بعض، وألاقي فيه وايتش باك جراوند سيباريتت بالإديمتس فلويد. تاني نوع الأكيوت إكزيمتس ديرماتيتس. Acute eczematous dermatitis ده برضو allergic، يعني يعتبر allergic reaction أو hypersensitive reaction برضو. Acute eczematous dermatitis في منهم أنواع، في allergic contact dermatitis، وفي atopic dermatitis، وفي drug related dermatitis، وفي photo eczematous dermatitis، وفي primary irritant dermatitis. كل دول هم جروب واحدة وبتدي نفس ال clinical manifestation ونفس الهيستولوجي. الأرلي ليجن بتبقى إتشي بريوريتيك بابيلو فيزيكلا، يعني بابيولز مع فيزيكلز. وإحنا عرفنا بابيول معناها إيه، الاتنين أقل من نص سنتي وفلات توبت أو البابيول أو دوم توبت، والفيزيكل ألاقي ممكن ألاقي فيها فلويد سيروس فلويد، ممكن يحصل لها أوزنج مي أوز تدي مادة كده زي السيرم، وبعد كده بالمرور الأيام تبقى كراستد، يبقى فيه كراست عليها، وبتبقى ريزد وسكيلي بليكس، تتحول ريزد وسكيلي بليكس. دي شكل الأتوبيك ترماتيتس اللي في الأطفال، بتيجي في الأطفال الصغيرين children. الهيستولوجي الهيستولوجيك فيتشر زي بعض كلهم بظرف النظر عن أساميهم. أهم فيتشر فيهم هو الاسبونجيوزيس. سبونجوز زي ما احنا قلنا ابيديرمال اديم انترستيشيال فلويد بين الخلايا. الاديمه دي ممكن تتجمع مع بعضها تعمل فيزيكال فورميشن، عشان كده بيبان فيها فيزيكلز، يبقى وبيبقى فيها معاها سوبرفيشال بري باسكولار لينفوسيتيك انفلتريت زائد او ناقص ايزينوفيلز، واديمه كمان في الديرمال بابيلي.
يبقى الارتكاريا كانت بس في الدرمس، إديما في الدرمال وفيو انفلاماتوري سيلز في الدرمال حوالين البلود فيزل. انما هنا في الاكزيما، في الاكزيما بتبقى في الابيدرمس والدرمس. الابيدرمس فيه سبونجيوزس وبعدين فيزيكال فورميشن انترا ابيدرمال فيزيكال، وبعدين ابر درمال إديما كمان في إديما في الدرمس، وده ماركت سبونجيوزس، ويبقى فيه ليمفوسيتيك وايزينوفيليك درمال انفلتريت. في حاجة اسمها إريسيما مالتي فورم. إريسيما مالتي فورم ده سيلف ليميتنج هايبر سنسيتيفيتي رياكشن لبعض الانفكشن زي الهربس سيمبلكس فيروس والمايكوبلازما وبعض الدراكس اشهرهم السلفونامايد والبنسلين. دي بتدي كلينيكال حاجة اسمها تاركيتويد ليجن. تاركيتويد ليجن هو المنظر اللي احنا شايفينه ده، الاقي الريسيمتوس بوردر وبعدين الريسيمتوس رينج وجواها فيزيكال او بلستر سنترال بلستر مالتيبل تاركيدويد ليجنز في الهاند. بالمايكروسكوب بلاقي ايرلي اول ما بيبدا الديزيز بيبقى فيه كولكشن من الليمفوسايتس في على الميوكو الديرمو ابيدرمال جانكشن. الاقي على الديرمو ابيدرمال جانكشن دي بنسموها انترفيس درماتايتس. انترفيس درماتايتس يعني في انفلاماتوري سيلز على الجانكشن بين الديرمس والابيدرمس، لدرجه ان هي بتعمل ريجولاريتي وفي الشيب بتاع اللاين الديرمو ابيدرمال جانكشن. وبيبقى معايا كمان سكاترد كرياتينوسايتس ابوبتوزس، الاقي في بعض الخلايا فيها ابوبتوزس تبدأ تموت. فاكرين الابوبتوتيك بودز اللي هو شرانكن سيل والنيوكليس بتاعتها تبقى بيكنوتيك او من غير نيوكليس خالص، دي الابوبتوتيك بودز ابوبتوزس. ولاقي ديرمال ايديما ابر ديرمال ايديما، لدرجه هنا الابر ديرمال ايديما هنا عملت بلستر، هو ده الكليفج سبيس اللي هو البلستر اللي ظاهر كلينيكالي. الاقي كونفلوانت زونز اوف بيزل ايبيديرمال نيكروزس تعمل بلستر فورميشن مع الإديمة فلويد تعمل بلستر فورميشن. ستيفن جونسون سندروم ده توكسيك إبيدرمال نيكروليسيس، ده نيكروزس في الإبيدرمس ويبقى سبب وده لايف ثريتنينج وبيبقى بشع وفيتال. ده إديوباسيك رياكشن لدراجز، ممكن واحد ياخد دراجز ويحصل له إديوسينكراسي يعني يحصل له سيفير رياكشن، ده مش معروف له سبب بالظبط، وبيبقى affection للسكين وميوكوس من برين وده fatal disease. chronic inflammatory dermatosis دول كلهم acute، اللي فاتوا دول acute. chronic بقى اللي هو المزمن اللي بيبقى على مدار شهور وسنين زي psoriasis. psoriasis اللي هو مرض الصدفية ده بيبقى مرض بيتميز بسكيلي dermatosis، يعني الجلد دايما بيبقى فيه قشرة، قشرة بيضة كده. وده ديزيز ده برضو abnormal immune response مش عارفين أسبابه بالضبط، ممكن تبقى genetic ممكن تبقى environmental factor، لكن اللي بيحصل فيه إنه بيحصل stimulation لCD4 وCD8 T helper cells. T helper وcytotoxic T cells بتطلع growth factors. growth factors دي تعمل proliferation للكرياتينوسايتس الخلايا بتاعت الإبيدرمس. يعني التيبيكال ليجن بيبقى فيه ويل ديماركيتد بينك بليك، احنا عرفنا كلمه بليك يعني ايه، السايز بتاعها كبير اكتر من نص سنتي وفلات توب ودي هنا بتبقى سكيلي بتبقى كفرد بلوزلي ادرنت سكيلز. افكت السكن دايما في البريشر ارياز في الالبو في الني، كمان بتيجي في السكالب في جلانس بنيس. 30% من الحالات افكت النيل النيلز فينجر وتعمل changes في شكل النيلز، دي شكلها جروسلي هنا عند الالبو شايفين بليكس ريسيمتس حمراء وكفر بي سكيلز وايتش سكيلز هنا في السكالب في النيلز. الهيستولوجي بقى ايه اللي بيحصل بقى بالهيستولوجي؟ بلاقي اكانسوزس، احنا قلنا ان في جروس فاكتورز عملت
بروليفريشن او هايبربلازيا لكل الكرياتينوسايتس فعملت اكانسوز. واحنا قلنا اكانسوز يعني هايبربلازيا او انكريست السيكنس بتاعه الابيديرمس. ويبقى في الونجيشن في الريت ريدجز، يعني هنا الاقي السيكنس بتاع الابيديرمس بقى مور ثيك وفي هايبربلازيا والونجيشن في الريت ريدجز. الصوابع اللي نازله من السكن دي اسمها الريت ريدجز. نورمال بتبقى very short، يعني كده بقى فيها elongation elongated وبتبقى clue-like. clue-like عاملة زي المخالب كده. loss of stratum granulosum، يعني ألاقي هنا فوق هنا بعد البريكل cell layer بيبقى فيه granular cell layer، ما لقيش بقى granular cell layer دي loss. هنا اهو في الابيدرمس اهو ده كيراتينوسايتس، المفروض قبل الكيراتين ده مرحله الكيراتين دي الاقي فيه جرانولار سيل لاير، لا مش موجوده لوست في الجرانولار سيل لاير. واكستنسيف باراكراتوز اللي بيعمل السكيلز دايما سبب السكيلز هو الباراكراتوز. الباراكراتوز ان انا يبقى فيه ريتنشن للنيوكلياي في الكيراتين، ده اللي بيعمل دايما السكيلز. يعني حتى اي ديزيز بعد كده لو خدتوها فيها سكيلز اعرفوا ان هي بالميكروسكوب هيبقى فيها باراكيراتوز. وبعدين في حاجه مهمه قوي اسمها مونرو مايكرو ابسس. مونرو مايكرو ابسس ده بيبقى فيه نيوتروفيلز في الباراكيراتوتيك سكيل، يعني الباراكيراتوز دي الاقي فيها انفلتريتد بي جروبس من نيوتروفيلز باس سيلز، بيسموها مونرو مايكرو ابسس. كمان في حاجة مهمة في السرايزس اسمها أوسبت ساين. إيه الأوسبت ساين ده؟ الأوسبت ساين ده كلينيكالي البيشن ده ما بيقعد يهرش، السرايزس ده بيبقى فيه هرش كمان، أما بيقعد يهرش فبيشيل السكيلز، السكيلز دي. لكن السكيلز دي أما بتتشال بتسيب مكانها أريا فيها بلد، نقطة فيها دم. ايه النقطه اللي فيها دم دي بقى؟ ان بيحصل زي ما احنا شفنا ان الريت ريتشز الوكيتد، كمان الديرمال بيبلي بتبقى الونجيتد وديب، ويبقى فيها دايليتيشن للبلاد فيزلز. شايفين البلاد فيزلز هنا بتبقى دايليتد مليانه ار بي سيز، تبقى دايليتد مجرد ما يهرشها هنا تبقى سوبرفيشال، تظهر البلاد فيزلز اللي تحت دي وتطلع بلاد. دي الاوسبت ساين، وحواليها انفلاماتوري سيلز، كرونيك انفلاماتوري سيلز، بيبقى حواليها لينفوسايتس وماكروفاج وممكن بلازما سيلز. ده شكل السورايسيس. في ديزيز تاني اسمه لايكن بلانوس. لايكن بلانوس ده برضو كرونيك درماتيتس، ده بيبقى فيه سايتوتوكسيك تي سيلز سي دي 8 تي سيل ميديتد اميون ريسبونس اجينست انجين. الانجين ده بيقول احتمال فايرال، احتمال دراجز، برضو عند الديرمو ابيديرمال جانكشن. يبقى شبه الرسيمه مارتي فورم عند الديرمو ابيديرمال جانكشن، بتيجي تي لمفوسايتس تعمل سيبريشن للديرمو ابيديرمال جانكشن، تعمل انترفيس ترماتايتس. انترفيس بنسميها انترفيس ترماتايتس. كلينيكالي بيبقى فيه بريوريتك بيربل بلانر بابيولز، بابيولز وبليكس، يعني ممكن تبقى صغيره ممكن تبقى كبيره. بتبقى بيربل لونها بيربل وبري بريوريتك، ديستريبيوتد سيمتريكالي على الناحيتين على الاكستريميتيز غالبا على الريست والالبو، و70% ممكن افكت الاورال كافيتي الاورال ميوكوزا. كمان الديزيز ده سيلف ليميتد وريزولفز في خلال 1 تو 2 ييرز، بيسيب ارياز اوف هايبر بيجمنتيشن، لكن الاورال ليجن ممكن تستمر ليرز. دي الصوره بتاعتها، في بابيولز وبليكس ممكن يبقى السايز بتاعها اكتر من نص سنتي او اقل من نص سنتي، وبليكس فلات توب زي دي، تبقى بيربل ان كولر وفيري بريوريتك، وكمان بتبقى سيمتريكال على الناحيتين بالذات في الريست، ممكن تاخد الاورال ميوكوزا كمان. بالهيستولوجي زي ما احنا قلنا فيها درمال
interface dermatitis ففي tense continuous lymphocytic infiltrate عند الديرمو epidermal junction فيعمل vacular degeneration. السيتوتوكسيك تي lymphocytes دي بتعمل degeneration البيزل سيل layer ونكروزس في البيزل سيل layer عند البابيلاري ديرمس بنسميها سيبات بودلز. فالديرمو ابيديرمال جانكشن ياخد شكل الزجزاج لان في خلايا ماتت في النص او السوتوس ابييرنس. السوتوس ابييرنس يعني زي اسنان المنشار with schematization of basal cell layer. في نفس الوقت الخلايا بتحاول تعوض الخلايا اللي بتموت من تحت فتعمل اكانسوزس هايبربليزيا وهايبر كيراتوزس انكريز في السيكنس بتاع الكيراتين لاير وهايبر جرانيلوزس جرانيول سيل لاير برضو تبقى سيك عكس السورايسس. السورايسس بيبقى فيها ابسنس للجرانيول سيل لاير انما اللايت كان بلانس بيبقى فيها هايبر جرانيلوز زي الصوره دي. الاقي فيه دنس بليك لايك يعني لينير كده انفلتريشن بليمفوسايتس سايتوتوكسيك تي ليمفوسايتس عند الديرمو ابيديرمال جانكشن تحول تعمل لنا سيبات بودز. سيبات بودز اللي هي الاقي في بعض الخلايا دي اها ابوبتوتيك جرانولوسايت او نيكروتيك نيكروتيك او ابوبتوتيك في البيزل سيل لاير اسمها سيبات بودز اللي هي دول تبقى مور بينك ان كولر والنيوكلس بتاعتها بتبقى بيكنوتيك واكسنتريك ابوبتوتيك سيلز ماشي دي سيبات بودز. ويبقى في ليمفوسيتك انفلتريت في الاندر سيرفيس عند الديرمو ابيديرمال جانكشن وانكريز السيكنس كله اللي هو بنسميه اكنسوز وانكريز الكراتين لاير في السيكنس بنسميه هايبر كراتوز. الجرانيولار سيل لاير هنا شايفين فيري بروميننت بقت سيك برضه هايبر بليزيا في الجرانيولار سيل لاير وسو بنضم خلايا بقى بتموت وابوبتوتيك وكده فيعمل سو توس ابييرنس للريد ريدجز. الريد ريدجز دي تبقى عامله زي اسنان المنشار سو توس ابييرنس. وفي باند لايك ليمفوسيتك انفلتريت في البابيلاري ديرمس لحد الديب ديرمس. في بقى دي كل اللي احنا قلناهم دول لاما اوتو اميون يعني هي او ابنورمال اميونتي يعني اسبابها كلها ما فيهاش انفكشن انما في انفكشوس درماتوزس. انفكشوس بقى ده اللي هو بسبب انفكشوس مايكرو اورجانيزم. في بكتيريال انفكشن دي بتعمل ديزيز اسمه امدايكو. امدايكو ده سوبرفيشال بكتيريال انفكشن في السكن بالذات بالستافيلوكوكس اوريس او البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. ده بيحصل في سبونجيوتيك ابيديرمس وذ هيفي نيتروفيل انفلتريت ما دام بكتيريا ودي بنسميها بايروجينيك بكتيريا او سابروفيتيك سابيراتيف بكتيريا يبقى فيها نيتروفيل او باسل. دي بيبقى فيها فيزيكلز. السبونجوسس ده بيعمل فيزيكلز. الفيزيكلز دي بقى مش مليانه بقى فلويد كلير فلويد لا بتبقى مليانه باص. فيرال انفكشن زي الوورتس او الفروكه بنسميها فروكه فالجارس. الوورتس اللي هي اللي بتتقال عليها بالعربي السنطة او عين السمك ده كومن ليجن في الشيلدرن والادوليسنس او في اي ايج وسببه الهيومن هيربس هيومن بابيلوما فيروس تايب 6 و11 ودي بتبقى سيلف ليميتد وبيحصل لها سبونتينيوس ريجريشن. في منها انواع بالروجا برجارس دي اللي بتيجي على الجسم في اجزاء مختلفه من الجسم يعني اي اريا من السكان. الروجا بلانا دي شبه الروجا برجارس بس بتبقى سمول وفلات سيرفيس. الروجا بلانتارس دي في البلانت بتاعه الصل يعني في الصل. الروجا بالمارس اللي بتيجي في البالم بتاع الهاندز. وكوندايلوما اكيوميناتا ده نوع من الورد بس بيجي في جينيتال اريا بيسموها البناريال وورد. ده بيحصل فيه بابيلوماتوزس يعني الاقي فيه بابيلوماتوس ابيديرمال هايبر بليزيا وفي هايبر كيراتوزس انكريز في السيكنس بتاع الكيراتين سيل لاير وفي فايرال تشينجز هنشوف الصوره بتاعتها.
هنا شايفين كل السكن بقى بابلوموتوز، وفي انكريز في هايبر كيراتوزس فيري ثيك كيراتين لاير اللي هو الاحمر ده، وبقى في فايرال تشيجز هنا، يبقى بابلوموتوزس وهايبر كيراتوزس we are in ward bending of red ridges. الا red ridges كلها بتترتب حوالين كده حوالين center اسمها in ward bending. وhyperkeratosis وgranular cell layer بتبقى sick و very prominent very prominent hyperkeratosis. ده شكلها grossly شكل الwarts أو الصنطة. الفيرال بقى بيبقى فيه viral inclusions، يعني هنا بالإبيدرمس هنا البريكل سيل لير أو في جرانال سيل لير ألاقي فيه inclusions من الفيروس، وفي حاجة اسمها بوليو كايلوزس ممكن ألاقي clear space حوالين أو هالو clear هالو حوالين الكراتينوسايت. fungal infections، الفانجل ممكن يبقى ميوكوزال وسيستميك انفكشن زي الكانديدا والاسبرجيلس، ممكن يبقى سوبرفيشال سكين انفكشن. السوبرفيشال سكين انفكشن زي التينيا، تينيا كابيتس دي افكت في الهير، التينيا كوربورس دي في الارم والليج، والدينيا بيديز اللي هي بين صوابع الرجل اللي هي زي الاسليت فوت، دايما بتدي ريحه وحشه في الفوت، وده بتبقى common كمان مع diabetic patients. يعني كل الفانجل انفكشن الديابيتس بتبقى flared مع diabetic patient. ال superficial skin infection دي spread أو primary infection ساعات بتبقى في النيلز كمان، مش في السكين بس، بتبقى في النيل وبيسموها onychomycosis. دي الدنيا بيدس اللي هي بين صوابع الرجل بتبقى في اريسيمتس اريا وعليها وايتش كراست كده، دي الدنيا بيدس. الارثروبوت بايتس والستينج، الارثروبوت ممكن تعمل ليجنز كتيره، لاما دايركت اريتنت افكت بالانسكتس بارتس او سكريشنز، او ميديت او ديليت هايبر سنسيتيفيتي ريسبونس، ودي بتعمل انافلكتيك رياكشن زي ما احنا قلنا اللي هو زي قرصه النحله، لاما تعمل سبيسيفيك افكتس من الفينوم بتاعها، او تبقى هي فيكتور لسكندري انفيدرز. يعني دايما ارثروبوت ممكن تشيل فيروس او بكتيريا او بارازايت. هنا دي صوره لارثروبوت بارتيكل، جزء من ارثروبوت جوه الابيديرمس جوه الكيراتين سيل لاير. في البولو فيزيكولار ديزيز، البولو فيزيكولار ديزيز دي مجموعه من الديزيزز بتتميز بانها بتعمل بولي او بلستر، بولي او فيزيكلز. في منها برايمري في منها سكندري. secondary للانفكشن زي ما احنا قلنا الفيرال انفكشن زي الهربس سيمبلكس فيروس بتعمل فيزيكلز كده، كمان كل الانفكشوس ديزيز الامتاي جروب بتعمل فيزيكلز بس فيها بس، ممكن تبقى تروماتيك زي البيرن بيعمل برضه فيزيكلز وتبقى سببها secondary لتروماتيك بهيت. الإكزيما ممكن تعمل برضو زي ما احنا قلنا بيبقى فيها اسبونجيوزس، والاسبونجيوزس ده ممكن يعمل فيزيكلز، فدي كلها سكندري كوز. انما في اسباب برايمري بقى بتيجي في الابيدرمس او في السكن، لاما بيعمل بولي او فيزيكلز انترا ابيدرمال او سب ابيدرمال. انترا ابيدرمال لاما سب كورنيال تحت الستريت اب كورنيوم او سوبرا بيزل فوق البيزل سيل لاير، ودي بتبقى كل دول اوتو اميون ديزيز بيبقوا كوست باي اوتو انتيبوديز للابيثيليال او البيزمنت ممبرين بروتينز. دول مجموعه ديزيز دي اسمهم بيمفيكس. البيمفيك السب كورنيال بولي او فيزيكال او كليفج ديزيز
دي بيبقى تحت الكورنيال سيل لير، يعني فوق البريكل سيل لير او فوق الجرانيولر سيل لير وتحت الكيراتين، كيراتين سيل لير او كورنيا بنسميها سب كورنيال، ودي في ديزيز اسمه بيمفيجاس فوليشيس. بيمفيجاس فوليشيس سوبرا بيزل يعني فوق البيزل سيل لير، يا دوبك البيزل سيل لير بس فوقيها في كليفج او البولي، دي بنسميها بيمفيجاس بلجاريس. بيمفيجاس بلجاريس في سب ابيدرمال بقى تحت الدرمس، تحت الابيدرمس على طول بين الدرمس والابيدرمس تحت الدرمس، دي اسمها بولس بيمفيجويد او درماتيتس هربيتي فورمس. الدرماتيتس هربيتي فورمس تفرق عن البولس بيمفيجويد. البولس بيمفيجويد هنا كمان في الابر درمس بيبقى فيها انفلاماتوري سيلز مونلي باللينفوسايتس وايزينوفيلز، انما الدرماتيتس هربيتي فورمس بيبقى فيها انفلاماتوري سيلز لكن باس سيلز، باس سيلز ونيتروفيلز. البيمفيجاس او الواحد اللي هو مجموعه البيمفيجاس، البيمفيجاس ده اميونوجلوبولين جي انتي بودي. فاكرين الروماتويد ارثرايتس كان فيه انتي بودي للاميونوجلوبولين جي برضو، لكن في الساينوبيوم بيهاجم الساينوبيوم، انما هنا برضو ده انتي بودي للاميونوجلوبولين جي لكن بيهاجم الابيدرمس. دي اميونوجلوبولين جي انتي بودي بيهاجم الديسموغلين، ده انترسيلر اتاتشمنت في الابيدرمس والميوكوس ابيثيليوم، ده ادهيجن مولكيول، ادهيجن سابستنس كده بروتين بين الابيدرمس سيلز بتاعت الابيدرمس. اما بيحصل فيه اميونوجلوبولين انتي بودي للديسموغلين ده يعمل ديستراكشن للديسموغلين، فيعمل ديستراكشن للابيدرمال سيلز ويبقى فيه لوزنينج، مفيش ادهيجن بينها، فيكون بينهم فلويد تعمل كليفج او تعمل بولي. تايبس عندنا بيمفيجاس بلجاريس ده سوبرا بيزل زي ما احنا قلنا، بيمفيجاس فوليشيس ده سب كورني، وفي البارانيوبلاستيك بيمفيجاس دي ده ساعات بيحصل بيمفيجاس اللي هو بيسموه بيمفيجويد، ده في البارانيوبلاستيك سندروم في بعض الملاجنانسي. بيمفيكاس فوليشيس اللي هو سوبرفيشال هو سب كورنيال، هو بيدي سوبرفيشال بليسترز دي ايزلي رابش، وبتدي الارسمتس بيز دي، ودي البروجنوز بتاعها بيبقى بيتر. المين فيتشر بقى في المجموعه دي كلها بيبقى فيه اكانسولايسيس، يعني في لوس اوف اديجن او ديستراكشن بين السيلز، فيدي بلستر انفلتريتد بلينفوسايتس وهيستوسايتس وايزينوفيلز. علشان ده اوتو اميون ديزيز بيبان بالاميونوفلوريسنس. لو لقينا فيش نت لايك باترن اوف انتر سيلولار اميونوجلوبولين جي ديبوزيت لوكالايز تو سايتس اوف اكانسولايز، يعني احنا بنقدر نشخص الحالات دي، دي سوبرا بيزل، دي البيمفيكاس بلجاريس سوبرا بيزل كليفيش، ودي البيمفيكاس فوليشيس اللي هي سب كورنيا، معاهم انفلاماتوري سيلز، جواها انفلاماتوري سيلز بقى بتبقى مينلي لينفوسايتس وهيستوسايتس وايزينوفيلز. بنعمل الاميونوفلوريسنس ده، لو لقينا الفيش لايك ده الاقي الاميونوفلوريسنس الفلوريسنت اريا، يعني الاماكن اللي فيها ديبوزيشن للاميونوجلوبولين جي فيش لايك شبه القشره بتاعت الفيش، يعني بين الكرياتينوسايتس في البريكل سيل لير، دي بنشخصها بيمفيكاس بلجاريس، مع ان الكليفج بيبقى سوبرا بيزا، لكن الاميون هنا ضد الخلايا اللي هو الديزموجلين اللي بين الكرياتينوسايتس. البولس بيمفيجويد ده اميونوجلوبولين جي انتي بودي برضه بس اجينست بيزمنت ممبرين كولاجين والهيمي ديزموزومز، فيدينا سب ابيديرمال بولي، ديب بولي، بولي بقى ايه مش سوبرفيشال، لا ديب سب ابيديرمال تحت الابيديرمس، ودي بتبقى تنس بولي مش ايزي رابشر، ما بترابشرش بسهوله،
وفيلت ويز كلير فلويد على ريسمت سبيس وتونت رابشر اريا ايزلي، ودي بتبقى باد بروجنوزس والاورال انفولفمنت في 10-15%. زي ما احنا قلنا بيبقى فيه سب ابيديرمال نون اكانسوليتيك بليستر انفلتريتد بالليمفوسايتس وايزينوفيلز، وهنا بالاميونوفلوريسنس الاقي لينير باترن، مش بقى الفيش نتورك، لا دي لينير باترن انتر سيلولار اميونوجلوبولين جي ديبوزيت لوكالايزد عند الديرمو ابيديرمال جانكشن. نشوفها في الصوره اهي، الاقي الاميونوفلوريسنس الاميونوجلوبولين جي لينير وعند الديرمو ابيديرمال جانكشن، دي بس شخصها بولس بيمفيجويد. درماتيتس هربيتي فورمس، بيقولوا ان درماتيتس هربيتي فورمس ده الديزيز بتاع سيدنا ايوب، ده بيحصل مور ان ميلز، 80% بيبقى اسوشيت مع السيلياك ديزيز. فاكرين السيلياك ديزيز اللي كان بيجي في الانتستين؟ 80% من حالات السيلياك بيبقى معاهم درماتيتس هربيتي فورمس. ده بقى مش اميونوجلوبولين جي انتيبوديز، لا ده اميونوجلوبولين اي، لانه اسوشيت مع الجد. دايما الانتيبودي دايما اللي بيبقى فيه جي اي تي هو الاي، اميونوجلوبولين اي انتيبودي. ده بيبقى انتيبودي للجلوتين، احنا عارفين سيلياك ديزيز ده للجلوتين، فجروس رياكت مع الانتوميزيوم عند الديرمو ابيديرمال جانكشن، فيعمل لنا سب ابيديرمال بليستر، ديب بليستر زي ما احنا شايفين هنا، سب ابيديرمال تحت الدرمس ديب بليستر، لكن بيبقى معاها كلينيكالي بتبقى جروب فيزيكالز اكستريملي بيريوريتك، وبيبقى فيه سب ابيديرمال نون اكانسوليتيك بليسترز ويز نيوتروفيليك مايكرو ابس، دي بيبقى فيها بص و بيبقى فيري فيري يعني بيبقى فيري ديزيز، بيبقى فيري ديسكاستنج وطلع ريحه وحشه. التيبس اوف ثيرمال بابيلي عند الدب بتاع الثيرمال بابيلي، هنا الاميونوفلوريسنس بقى الاقي الاميونوجلوبولين ايه ده جرانيولار، عامل جرانيولار مش لينير، لا جرانيولار عند التيب بتاع الديرمو ابيديرمال جانكشن، عند التيب بتاع الثيرمال بابيلي لوكالايزد عند التيب بتاع الثيرمال بابيلي، وباميونوجلوبولين ايه مش جي. بس كده احنا خلصنا السكن اللي هي النون نيوبلاستيك ديزيزز بتاعت السكن. اي سؤال في السكن النون نيوبلاستيك يا دكاترة؟ معايا يا دكاترة؟ اي سؤال؟ هيبقى بقى لنا محاضره واحده بس السكن تيومرز، ان شاء الله بكره نكملها في محاضره بكره. اي سؤال في اللي فات؟ محدش معايا، شكلكم نمتوا صح؟ يعطيك العافيه، مفيش اسئله. طيب ماشي خلاص، حاولوا تقروا السلايدز كويس وتذكروها كويس، ونكمل بكرة إن شاء الله ونخلص علشان تبقوا خلصتوا. والنهاردة إن شاء الله هناخد اللاب الساعة 3، وبعدين يوم عندنا لاب كمان يوم الأربع برضو الساعة 3. الساعة 3 ماشي. يعطيك العافية، يا سلام عليكم.